نرجع تاني. ده طبعا كان المؤتمر الصحفي للسيد الرئيس ورئيس الوزراء الإيطالي غدا في اجتماع مع كبريات الشركات الإيطالية، ثم ينتقل الرئيس إلى باريس حيث أولوند وفابيوس وأيضا عدد من الشركات الفرنسية، زيارة أيضا مهمة جدا لفرنسا هي الأولى للسيد الرئيس. لكن نرجع تاني لقرار لجنة الإصلاح التشريعي على قانون إدراج الكيانات الإرهابية. نرجع معنا تاني السيد المستشار صابر عمار، محامي بالنقد وعضو لجنة الإصلاح التشريعي. طيب حتى يعود لنا مرة أخرى، الحقيقة أن بس أنا قلقي من هذا، طبعا إحنا سعداء جدا أن هذا المشروع بقانون أخيرا سيرى النور، لكن إحنا عندنا مجموعة أسئلة. أولا كيفية الإدراج على القوائم الإرهابية، يعني مثلا في الإمارات، الإمارات أدرجت 83 منظمة ومؤسسة إرهابية، وده كان إدراج واضح، قوائم واضحة، مجلس الوزراء وافق عليها. هذه قوائم ليست فقط محلية ولكنها قوائم واحدة منها بس محلية اللي هي جماعة الإصلاح، والباقي إقليمي وقاعدة وداعش وأمريكي أيضا، وده عمل انزعاج شديد في أمريكا. طيب أنا هنا القرار الحقيقة بيتكلم على المشروع بقانون، بيتكلم على انه النائب العام هو الذي يقدم طلب هذه الادراجات. طيب سيد صابر عمار، عدلنا رجع لنا تاني عضو لجنة الاصلاح التشريعي، سيادة المستشار، بسأل على طريقة الادراج، كيف تدرج الجماعات الارهابية على هذه القائمة؟ هو بمنتهى البساطة القانون او مشروع القانون اناط بالنائب العام اعداد النيابة العامة اعداد هذه الكيانات، ثم يطلب من المحكمة من دائرة احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة انها تنظر في هذا الطلب بناء على ادلة جدية تثبت فيها توافر الوصف الجنائي للجريمة اللي انت اشرتي اليها حضرتك في المادة الاولى. إذا رأت المحكمة أن الجريمة متوافرة في حق هذا الكيان أو في حق هذا الشخص تقضي بإدراجه، ثم تترتب عليها على الأثار بقوة القانون. أنا هنا عندي سؤالين والسؤالين ضد بعض، يعني عندي رأيين وصلوني في هذا الأمر. رأي أنه في مثلا في أمريكا أو في الإمارات أو في بريطانيا هذا لا تقوم به المحاكم، ولكن هو قرار إداري تتخذه وزارة الخارجية طبقا للعمل مخابراتي وقرارات من الأجهزة الأمنية التي تقرر أن هذه جماعات إرهابية وتلزم بها الدولة. ده في ناس بتقول كده على، وفي دول بتعمل بذلك. على الجانب الآخر في بعض الناس قلقة من أن هذا الموضوع وأن النائب العام يقدم ده، وأن يبقى في ده معناه أنه ممكن يبقى في بلاغات، وأي حد ممكن يعمل بلاغات كيدية في شخص أو في جماعة، فالموضوع يبقى مفتوح على يعني على مصراعيه أكتر. لا يعني هو المسألة مش متروكة للأفراد في إطار البلاغات. إنما النيابة العامة باعتبارها ممثلة المجتمع هي اللي بتعد بنفسها هذا الأمر، سواء كان بناء على تحريات جت من وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية أو أي من جهات الدولة هي اللي بتعدها. فحضرتك بتقول لي أن هذا ليس متروكا يعني فلان يقدم بلاغ في فلان يقول لك ده إرهابي، ينفع ده ولا ما ينفعش؟ لا لا لا، المسألة متروكة لتقدير النائب العام. بمعنى أن قد يكون هذا البلاغ له من الجدية ما يسمح بهذا الأمر، فالنائب العام هو اللي بيحقق، وإذا وجد في هذا الأمر جدية بيقدم طلب للمحكمة. يبقى أنا عندي ضمانتين، الضمانة الأولى النيابة العامة والضمانة الثانية هي المحكمة. طب يا فندم على الجانب الآخر ممكن يبقى فيه إرهابي وما تقدمش فيه بلاغ، عادي جدا، ما هو ده أمر موجود، أمر طبيعي جدا، مش كل المجرمين بتستطيع أن تصل إليهم يد العدالة. طب معلش أنا برجع تاني واسأل، ليه يا فندم ما استندناش إلى سابقة دول أخرى تأخذ ذلك بوزارة الخارجية الأمريكية هي اللي بتصدر ده طبقا لتقرير الـ FBI والـ CIA وما إلى ذلك، في الإمارات، في بريطانيا، كل ده لا يصدر بموضوع في قضائي ولا بلاغات ولا كده، هو موضوع يصدر طبقا لقواعد أمنية بحتة. طب كويس، انا اعتقد ان مشروع القانون المصري اكثر ضمانه واكثر احقاقا لحقوق الانسان من هذه المشروعات. المساله الثانيه هي فكره انت بتتحدثي عن دول مستقره، الارهاب لم يبني جذور فيها زي ما حصل في مصر خلال الثلاث سنوات الماضيه. طب يعني مثلا، طب سؤالي يا فندم، يعني مثلا داعش
القاعدة، أنصار بيت المقدس، هل أنا لسه محتاجة بلاغات علشان النائب العام يقدم بيها يتقدم بيها لدائرة الاستئناف، ثم يعني محتاجة أدخل الدائرة دي؟ معقولة لسه؟ ما هو لا، هي المسألة الدخول الدائرة دي في مثل هذه الأمور مش محتاجة كل هذه الإجراءات. النائب العام هيقدم الطلب أو هيقدم القائمة إلى المحكمة، المحكمة لديها من الشواهد العامة والشواهد الهدادمة النيابة ما يستطيع أن يصدر بها القرار مباشرة. المسألة ما فيهاش إجراءات طويلة زي اللي حضرتك خايفة منها، ومعاكي حق. يعني حضرتك فاهم أنا قصدي إيه طبعًا، يعني طبعًا إن أنا هخش في دايرة أنا ممكن علشان أدرك جماعة عشان أدرك القاعدة أقعد سنة. لا لا لا، إحنا حتى في المناقشة بعض الملاحظات متقدمة إن أنا مش محتاج في بعض الحالات إن أنا أنتظر صدور حكم، مجرد وجود أدلة كافية للمحكمة ثم يتظلم. طب بعد إذن حضرتك، هل نحن نتحدث عن الجماعات الإرهابية فقط داخل مصر، ولا بنتكلم على الجماعات الإرهابية دوليا؟ لا، هو بيتكلم على الجماعات الإرهابية داخل مصر باعتبار ان ده إطار تطبيق القانون المصري، إلا إذا كان لها أفراد أو كيانات داخل مصر هتخضع للقانون المصري. يعني حضرتك بتقول لي إن داعش مش جماعة إرهابية طبقا للقانون المصري؟ لا، هي جماعة إرهابية بس ملهاش نشاط داخل مصر. يعني وكيف تعرف؟ ما هو النهاردة أنا كيف أعرف بقى دي لما يقوم دلائل لدي على إنها جماعة إرهابية بتشتغل داخل مصر أو في أفراد منتمين إليها هتنضم هنا يا فندم؟ معلش، فلسفة التشريع هنا قصرت الفكرة التنظيمات الإرهابية على ما يرتكب داخل حدود الدولة وما يثبت داخل حدود الدولة، لكن فلسفة التنظيمات الإرهابية في العالم كله هي لأنه الإرهاب ليس له وطن واحد وليس له حدود واحدة، هو أن أنا بقول أن كل دي، يعني مثلا جت الإمارات قالت 83 جماعية بما فيهم القاعدة وداعش وجماعة الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الشريعة في ليبيا، ده التعريف الأوسع لكي يحمي الدولة. أستاذة لميس، كلامك منطقي، بس أنا عايز أشير إلى حاجة هامة جدا. لو تذكري أن رئيس الجمهورية أصدر قرار خلال الأيام الماضية بانضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود. تمام، هذه واحدة. فبمجرد انضمام مصر واتخاذ الإجراءات اللي نظمتها المادة 175 من الدستور أصبحت لها قوة القانون المصري، وبالتالي اي منظمه عربيه، اي منظمه مقيده في اي من هذه الدول العربيه هتبقى مقيده بحكم هذه المنظمه في مصر. هايل بحكم هذه الاتفاقيه في مصر. اذن القانون احال الى هذه الاتفاقيه، وبالتالي اي منظمه مقيده في الامارات او في الاردن او في غيرها من الدول اللي انضمت لهذه الاتفاقيه هتبقى مطالبه مصر باعمال احكامها. طيب، ده شيء جميل، على الاقل بما ان انا مش قادره اقول ان داعش منظمه ارهابيه في مصر، على الاقل اخد القائمه الاماراتيه اللي الناس اشتغلت عليها والمخابرات عندهم الحقيقه يعني قويه واشتغلوا عليها جامد، يعني ادركوا هم في الامارات ان هم عند داعش منظمه ارهابيه، لحد ما انا اثبت بقى انها منظمه ارهابيه يا سياده المستشار واضح ان انا هاخد لفه يعني. لا، انا مش هاخد لفه، ما انا بمنتهى البساطه انا هطبق، انا باعتباري عضو في هذه الاتفاقيه مطالب بتطبيق احكامها اللي طبقت في الدول الموقعه عليها. طب ايه قصه الثلاث سنوات يا فندم؟ انه لثلاث سنوات، اشرح لي الحدود الثلاث سنوات. هو المشرع او المشروع في اللي بيتكلم على حدود الثلاث سنوات هي الحدود اللي المحكمه بتدي فيها ادراج لهذه القائمه، بحيث انه اذا ظهر دلائل غير خلال الثلاث سنوات تفيد ان الادراك كان خاطئ هيتم رفعها. لكن اذا تم قبل الثلاث سنوات، اذا تم الانتهاء من ادراك، هذا قرار نهائي خلاص بيتم التظلم منه قدام دايره من دوائر، دايره اخرى من دوائر محكمه الاستئناف طبقا لما اتفقنا عليه النهارده، ويصبح قرار نهائي. بشكرك شكرا جزيلا سيد صابر عمار، مستشار صابر عمار المحامي بالنقد وعضو لجنة الإصلاح التشريعي. ده قرار مشروع بقانون مهم، يعني ما أقلق منه هو مجموعة الملاحظات اللي أنا قلتها، هو والحمد لله إن احنا هناخد القوائم العربية الأخرى، لأنه مش ما ينفعش إن أنا محتاجة بلاغ من مواطن كي أثبت إن داعش منظمة إرهابية، يعني أعمل إيه يعني؟ وأنا لازم يذبح واحد مصري عشان أتأكد إنها منظمة إرهابية؟
هي القاعده اللي ضربت الابراج دي. ما اقدرش ما بقولش انها منظمه ارهابيه يا جماعه، يعني لابد ان يكون هناك قرار اداري في هذا الامر، لكن المشرع يرى ان هذه الطريقه هي ان النائب العام هو الذي يقوم بوضع هذه القائمه ويتقدم بها الى المحكمه او الى احدى دوائر محاكم الاستئناف، وفي طبعا ممكن حد يتظلم من هذه القائمه. ننتظر نص المشروع بقانون حتى يكون نص نهائي. كل ما اطلبه من الساده المشرعين ان هم يدرجوا النص الاقتصادي الخاص. ارجوكم خلوا الكلام واضح، بلو برينت واضح، بلاك اند وايت، ما فيهوش هزار. ما نقولش انه ما هو ده يعني كذا، لا، ان هو لا ياخد تراخيص ولا يؤسس شركات ولا يدرج في البورصه ولا حاجه، لان ده مهم جدا، لانه ممكن تحايل. وعندنا محليات انتوا عارفين عظيمه قد ايه، وعندنا 67 مكان بيدي تراخيص، مش هيلاقي هذا النص هيتعامل مع هذا الشخص، وشفنا ده مع حسن مالك. الحقيقه ان النهارده مجلس الوزراء ايضا وافق على فقره كده جت في الاخر لكن مهمه جدا. تقول الفقره ايه؟ انتهت اللجنه الى الموافقة على مشروع، ده طبعا لجنة الإصلاح التشريعي أيضا، تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية يجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، على أن يكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء، ويترتب على ذلك إجراء التسوية، وترتب على إجراء التسوية انقضاء الدعوى الجنائية، كما يجيز مشروع القانون اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإعادة المحاكمة في حال غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيا. إيه هو الباب الرابع يا جماعة من الكتاب الثاني؟ هو باب اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر. دي المادة 115 اللي كنا بنصرخ بعلو حسنا عليها، لكن التعديل هنا يخص المستثمر ولا يخص الموظف العام. الأستاذ طارق عبد العزيز المحامي، ماذا تعني هذه الفقرة يا أستاذ طارق؟ طارق تفضل. مساء الخير، ازيك يا أستاذ؟ مساء النور، ماذا تعني هذه الفقرة؟ تفضل. هو احنا يعني الحمد لله ان احنا شفنا منتج اخيرا الحمد لله صادر عن لجنة الإصلاح التشريعي اللي كنا منتظرين منها بفارق الصبر نشوف منتجها، وفي الحمد لله ان يعني من اول حاجه شفناها لقينا كويسه تتعلق بامر كتير قوي كنا بنطالب بيه. انا شخصيا عايز اسمي التعديل ده اللي صادر النهارده في قانون الاجراءات الجنائيه ده قانون لميس، لان انت بقالك اكتر من 4 سنين الكل اللي يعني بيهتم بس هو مش صالع زي ما انا عايزاه برضو بالظبط، لسه الموظف العام مرتعش الايدي لسه. لا ده ما جاش جنب الموظف العام على فكره ده خالص. لا بس على فكره هو تعديل قانون الاجراءات ده تعديل هام، لانه ما قصرش الاستفاده من التصالح والتسويه على المستثمر فقط، لكنها بطبيعه الامور تنسحب ايضا الى الموظف، انه الموظف بياتي في هذه القيمه كشريك مع الـ مع الـ طب يعني اشرح للناس عشان الناس برضو مش فاهمه ماذا يعني ذلك. احنا ما كانش عندنا في قانون العقوبات المصري فكره التصالح في الجنايات. الكتاب الثاني أو الباب الرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات وهو المتعلق بجرائم المال العام، اختلاس المال العام والعدوان عليه، اللي فيها جريمة التربح وجريمة الإضرار العام بالمال العام وجريمة الاختلاس، كل هذه الجرائم لم يكن المشرع المصري قد وضع لها طريقة للتصالح عليها. في حين أن تشريعات العالم كلها اتجهت للتصالح على القضايا المالية، ودي في حقيقتها قضايا مالية. واستنادا لده بدأت التشريعات الخاصة في مصر تاخد منحة انها تعمل تصالح زي التصالح في قانون البنوك والائتمان. تمام. رغم انه محكوم في الباب الرابع من الكتاب الثاني الجرائم بتاعته، لكن نص عليه في قانون خاص. قانون التهرب الضريبي، قانون التهرب الجمركي، بدأت التشريعات المصرية والمشرع المصري ياخد في التصالح في القوانين الخاصة، وابتعد عن قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات خوفا من انه
يفتح على نفسه فتوحة ما يعرفش يفتحها. طيب دلوقتي هنا هذا التعديل يسمح بالتصالح، يعني مثلا جريمة مال عام ما بين موظف وبين رجل أعمال أو بين أي حد، هنا بنسمح بالتصالح لو حصل فيه تسوية ما، مش كده؟ طبعا. هو الوقت كان عندنا مشكلة إيه؟ إن كل اللي عايزين يتصالحوا وكل اللي عايزين يبدأوا يسووا أوضاعهم القضائية وما تم معهم من إجراءات كنا بنقول إنه ما فيش قانون بيحكم المسألة في التصالح. أنت هتتصالح وبعدين إيه المرجعية بتاعت التصالح؟ كنا بنتقدم مثلا لمعالي مستشار النائب العام، بنتقدم لنفس الأموال العامة، كل جهة تقول ما عنديش قانون يبيح التصالح في الجنايات. الآن ثانيا كان عندي مشكلة مهمة جدا. طب أنا عندي أحكام غيابية صدرت على أحد الو. ايوه يا استاذ طارق اتفضل. عندي احكام غيابيه صدرت على احد المتهمين، طب اتصالح معاه وهو مش هيجي عشان يحضر الجلسه، طب هنعمل ايه؟ هذا التعديل انا من وجهه نظري هايل، تعديل اللي وضعه عينه طائبه، لانه حل مشكلتين، حل مشكله رد المال لان الدوله تاخد فلوسها، وفي نفس الوقت خلى الاجراءات اللي هتتم امام محكمه الجنايات تتم في غايه المتهم بتوكيل. وبالتالي المتهم لو هو خارج البلد مش لازم يرجع ويقف ويخش السجن مره ثانيه، والكلام ده ممكن محاميه ومثله. التعديل ده لا. التعديل ده ما يرجعش خلاص. ما يرجعش، ما ده اللي بقول، مش لازم يرجع بالظبط، باعاده المحكمه في حاله غيبه المحكوم عليه. ده الحقيقه هيحل مشاكل كثيره جدا يا طارق. انت عارفه ده هيحل ايه يا استاذ الامين؟ يعني كنا لما نيجي نتصور في التصالح ويبقى المتهم هيرجع وبعدين هيجي في الترقب ويتاخد في المطار وبعدين يروح على القسم ويروح على المحكمه، كان دي ليها ثمن كبير قوي عنده. صحيح. النهارده لما الدوله توفر له تقول له لا انا يا عم انا هتصالح معاك وهديك ورقه فك براءه، ما تجيش لا مطار ولا تيجي حاجه خالص ولا اي حاجه، ده له ثمن. تكلفه المحامين وتكلفه الطيران وتكلفه النفسيه له ولاسرته. لو الدوله بتقول له مثلا هتصالح مقابل واحد وهوفر لك الاوبشن الثاني ده، هو انك ما تجيش وان هديك ورقه وانت قاعد عندك خلاص ما عادش عندك مشكله وارفعك من قائمه الترقب في العالم والبشره الحمراء. فطالع نتيجه ثلاثه هيدفع ثلاثه هيدفع اربعه. اعتقد انه توجه المشرع في هذا التصالح امر جيد جدا. واحنا يعني انا بهني اللجنه انها رغم ان انا كنت كتبت يعني عن انها ما طلعتهاش منتج من 14/6 من تاريخ تشكيلها، لكن الحمد لله بكره الانتاج جيده. وانا بحييك انت يا استاذه لميس ان انت كنت صاحبه الفضل في النداء الكتير والملح في اصدار مثل هذه التشريعات. بس انا لسه عندي قلقانه من الموظف العام، لكن نتكلم في ده بعدين. بشكرك استاذ طارق عبد العزيز. الدكتور محمد حموده المحامي بالنقد، كيف تعلق على المشروعين بقانون يا دكتور؟ دكتور ايوه يا فندم حضرتك، اهلا بيك. كيف تعلق على المشروع لو حبيت يعني تعلق على اي اتفضل. اول حاجه خلينا نبتدي بالتصالح في جرائم المال العام. طبعا المشروعين عموما محتاجين مناقشات كتير قوي، والصياغه صياغه مبهمه وغريبه شويه. مفيش دوله في العالم، انا مش عارف يعني، ارجوكم يا اخوانا يتكلم في قانون لا يبقى بيتابع القوانين ده ما يتكلمش. في دوله اتصالحت مع موظف عام في جريمه تسهيل استيله؟ ما سمعتش عنه. عشان كده انا مستغربه القصه، يعني موضوع التصالح مفيش الموظف العام هنا. انا دكتور من اكبر دوله في العالم في القانون الجنائي وهي فرنسا، انا استاذ من فرنسا، انا مطلع على اغلب التشريعات الدوليه. ما في دوله في العالم اتصالحت مع موظف عام استولى او تربح من دولتها، ما سمعتش عنها. ادي واحده. هو يمكن عايز يقول اللي انا كنت بنادي بيه من اسبوع وبصوت فيه بقالي سنه بالظبط او سنتين، قانون حسن النوايا. ايوه. هو مش عارف يصيغ القانون صح وقول ان انت بتحمي الموظف اللي لا هو ما ذكرش ده يا دكتور، ما هو ده اللي انا سؤالي. دي كارثه بقى. هو ما قالش كده. هو قال لك التصالح، هو ما قالش اللي احنا كنا بنبحث عنه اللي هو تعديل 115 عقوبات. مش 115 بقى، احنا و16 وغيره. كنا عايزين نعدل كافه الباب كله الباب كله بحيث ان احنا نحمي الموظف وهو بياخد قراره طالما هو هنا بقى حمى الموظف الحرام، وده كلام لا يمكن دوله في العالم تقبله. انا مش عارف اللي بيصيغ الصياغات دي ولا ازاي. اتنين، انت بتتكلم على انهي اساس؟ انت فاكره لما كنت انا والاخ طارق على الهوا معاكي من سنتين وقال انا احنا ايام الاخوان المسلمين انا بتصالح مع حسين سالم واحنا نترجى ونتوسل، قلت له ليه تصالح وهو ما يقول انا مستولي يبقى حرام؟
وساعتها كنت بتكلم عن احمد عز، قلت احمد عز مش هيتصالح لانه هيتبرع. لكن ان كنت عايز تعمل تسويات عادله بالنسبه للمستثمرين بجذب الاستثمار، ده اتجاه محمود دون المساس بعقاب الموظف العام. يمكن تواجهك مشكله هنا يا لميت، يعني مشكله بقول لك محتاج مناقشات كتيره قوي، وللاسف ان كل اللي يعني مش عايز اتكلم. المهم مش عايز اقول طيب قصه، لا لسه هقول حته مهمه، اعاده المحاكمه. حته مهمه الاول في الحته دي. ان كنت عايز تتكلم عن تصالح مع موظف عام ما تتكلمش بالموظف العام، هو ممكن يكون عنده لبس في يقصد من يحمل صفه الموظف العام وليس موظف العام، لان قانون العقوبات خلى كل اعضاء مجالس اداره الشركات المساهمه ورؤساء مجالس ادارتها حتى لو كانوا هم اصلا ما لهمش دعوه بالوظيفه موظف عام، موظفين العموم، يحط الحته دي ويقول يجوز التصالح معاهم، لكن ما يقولش الموظف العام على اطلاق. هو ما قالش الموظف العام خالص. لا ما هو كده معنى ان هو يجوز، ما جابش سيره الموظف العام خالص. ده هو جاب سيرتهم كلهم بقى، قال لك الباب الرابع التصالح بموجب تسويه بمع... اه ما هو ده اللي انا مستغرباه له. هو هنا ما حققش الهدف اللي احنا كنا عايزينه. لا خالص ما حققش الهدف، وفي نفس الوقت بوظ الدنيا بانه هيسمح للموظف العام اللي هو مش بقى عضو مجلس اداره شركه مساهمه ولا رئيس مجلس اداره ولا راجل مستثمر، لا ده الوزير ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء اللي يرتكب جريمه جنائيه بالفعل واللي يسرق بالفعل هيسمح له بالتصالح. مفيش دوله في العالم بتعمل، وبالتالي لازم توصف قانون حسن النوايا الاول. هو ده اهم واحد. اهم حاجه، وتقول الموظف طالما انه ما ادنش وثبت عليه الادانه في رشوه او في تربح انه خد فلوس في جيبه، او ثبت انه خد تعليمات من فوق عشان يديك حد بذاته، طالما لم تثبت ثبوتا قطعيا يبقى حسن النيه لا يجوز محاسبته. ده تمام. بالنسبه بقى للمحاكمات القياديه، بصي هقول لك حاجه لميت هانم، اتجاه محمود وله مخاطره محتاج مناقشه، لكن اتجاه محمود في اجمالي اظن كده في اجمالي اتجاه محمود. انا واحد من الناس منادي شخصيا بقالي مده ان واحد زي يوسف بطرس غالي يجد من يدافع عنه وهو غائب، ان واحد زي رشيد يجد طبعا من يدافع عنه وهو غائب. طبعا ليه؟ عشان خاطر ننقل زي ما نقلنا حقيقه الواقع في كل القضايا وبيثبت براءه الناس، يلاقوا الناس اللي بره دول حد ينقل حقيقتهم للتاريخ حتى انهم كانوا حراميه ولا لا. فده اتجاه محمود، وانا موافق على فكره اللي يصدر عليه النيابي يجوز محاكمته بحضور محامي ودون حضور شخص. واعتقد ان هي دي الجمله اللي انا وقفت قدامها واعتبرت انها شيء ايجابي، لكن الباقي انا بالنسبه لي مبهم جدا، مش فاهماه. معاكي تماما. مش قادره افهمه وما حققليش الهدف اللي انا عايزاه، اللي هو ان انا احمي قرار القرار الاداري لحسن النوايا للموظف العام فابطل الايدي المرتعشه. ده ما حماليش ده. صح كده، ده ما حماليش ده، ده بالعكس بقى ده حمالي الحرامي. حمالي الحرامي بالظبط. الدوله في العالم بتعملها والكوارث، وارجوكم اللي بيصيغ قانون يبطل. طيب. لان ده قرف بقى. طيب سريعا بس، الارهاب المشروع بقانون اللي كانت لها عندي عليها اعتراضات كتيره، وهي حاجه، شوف يا لميس القانون ده اسمحي لي بخمس دقائق فيه، لاني انت عارفه ان انا وانت دائما كنا بنطلق صيحات تحذيريه كتير قوي. القانون ده لو اتنفذ بالصوره اللي مكتوب بيها مشروع القانون، احنا بنرجع للعهد الشمولي باجمالي. بمعنى يا فندم، من هي الماده، مين هي اللجنه المشكله بالماده 3 اللي انا مش فاهمها، اللي هي هتدرج اللي هي عايزه تدرجه باسمه ارهابي ومش هتدرجه باسمه ارهابي، مين هم؟ يا ترى دي لجنه مدنيه؟ يا ترى دي لجنه عسكريه؟ يا ترى دي لجنه قضائيه؟ يا ترى لو لجنه قضائيه تبقى قراراتها مش خاضعه للقضاء الاداري، وبالتالي تبقى معنى كده ان اللي بيقولوا عليه ان هو ارهابي ياخدوا كل فلوسه. وعلى فكره يا لمسان، طيب بقول الكلام ده على مسؤوليتي الشخصيه، في ناس كتيره جدا لغايه النهارده متحفظين على فلوسها وملهاش علاقه بالاخوان. طيب لكن سؤالي الثاني، في الدول الاخرى هذا يحدث اداريا طبقا لتحريات الامن، في امريكا انت عارف بيطلع ازاي اداريا يا فندم. اداريا بالظبط. لكن اللجنه، ما انا ده اللي بقوله لك، انت ما خدتي بالك بالكلمه، اللجنه الدايره المنصوص عليها بالماده 3 دي، ده معنى كلمه دايره يعني معناها ايه؟ قرار محكمه جنائي، يعني قرار قضائي. قضائي مظبوط. يعني كنت تفضل ان تكون ده قائمة إدارية. قائمة إدارية طبعا، مظبوط، طبعا عليها امام محكمة القضاء الإداري. مظبوط. لو اتعملت غير كده معاك، انا احذر
لانه كمان الطعن قدام مين؟ قدامهم هم في خلال اسبوع. نفس الغلطات نرتكبها دائما. وانا اتفق معاك جدا في هذه القضيه، بشكرك. ايوه، لان كده مش هيبقى في فضل عن اي واحد. يعني انا ممكن انت قعدت كأم من النوم الصبح، ده بيصادروا فلوس، ده بيقول لك مصادره كافه الاموال الخاصه باعضائها. يعني يقوم واحد ناشط من الناشطين السياسيين، لا انا ضدهم برضه، لكن ضد ان هم يظلموا. بشكرك وعيد. بشكرك جدا دكتور محمد حمود المحامي. اذا زي ما انتم سمعتوا في اختلاف في وجهات النظر. الجزء الاقتصادي يعني طارق عبد العزيز بيقول ده قانون لميس. لا، الحقيقه ان هذا ليس مشروع قانون اللي كنت اتمناه. ما كنا نتمناه هو تعديل الباب كله، اختلاس المال العام والعدوان عليه، بحيث يحمي القرار الاداري غير الفاسد للموظف العام، فخلي الموظف العام يقدر يمضي، بس مش يسمح له بالتصالح. هنا التصالح فيها مشكلة كبيرة، لكن في جزء مهم جدا وهو السماح بالتقاضي لحتى المحكوم عليه غيابيا ان هو يمثله محامي ولا يجب ان يأتي. الحقيقة ده مهم جدا، واظن يعني ربما في رأي بيقول انه لجنة التشريع تنظر في ده مرة اخرى، اصلاح التشريعي. الحقيقة بالنسبة للكيانات الارهابية هذا قانون طال انتظاره، مشروع قانون طال انتظاره، لكن في العالم كله هي قوائم إدارية، وزارة الخارجية اللي بتطلعها، مجلس الوزراء بيطلعها، ولا علاقة لها بالقضاء. ممكن يطعن عليها أمام القضاء لكن وتقدم تظلمات، لكن في قرارات إدارية قائمة على معلومات أمنية وليس قائمة على لجنة ونائب عام وبلاغات. هنا في قلق، وهنا يعني يجب أن نضع علامات استفهام كبيرة جدا. اسمحوا لي نخرج فاصل، وبعد الفاصل نتكلم عن تقسيم المحافظات، ما له وما عليه.